الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بكم في درس جديد بعنوان مظاهر قدرة الله تبارك وتعالى. إذا تأمل الإنسان في الكون فيرى أن هناك أشياء كثيرة، دلائل، أدلة على قدرة الله تبارك وتعالى. إذا نظرت إلى الحبة، أمسكت بحبة أو نواة، فترى أن الله تبارك وتعالى من هذه الحبة الميتة أو النواة يخرج من هذه الحبة، تنفلق ويخرج إلى حياة جديدة، منها سنابل تحمل حبوب كثيرة والنواة تنشطر فتخرج منها النخلة العالية المليئة بالثمار. أيضا من دلائل قدرة الله تبارك وتعالى الشمس التي تنير الكون وتنشر الدفء، وأيضا من دلائل قدرة الله تبارك وتعالى هذا الليل الذي يغطي الكون بظلامه. ثم خلق الله تبارك وتعالى القمر فهو ينير لنا دنيانا، والشمس والقمر كل منهما يدور في فلك وبحساب دقيق. أيضا إذا نظرت إلى السماء بالليل ترى أن الله تبارك وتعالى خلق فيها النجوم والكواكب، وهي زينة وإرشاد للناس في ظلمات البر والبحر، لأنها من إبداع قدرة الله. أيضا إذا نظر الإنسان إلى نفسه تفكر وتدبر وعرف أن من دلائل قدرة الله أن الله خلق الناس من آدم عليه السلام من نفس واحدة، وأخرج وبث فيها من هذه البشرية. أيضا إذا نظرت إلى الأرض ترى أن الله تبارك وتعالى أخرج منها نبات كل شيء مع اختلاف المسميات والألوان والطعم واللون والرائحة، فمنها ما ينبت من الأرض من الحبوب والنخيل والرمان والزيتون. ومن العجيب أن ترى بعض النبات هذا النبات متشابها وبعضه مختلف. لذلك سطر القرآن الكريم مظاهر قدرة الله في هذه الآيات. اسمع إلى هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. سطرت تلك الآيات مظاهر قدرة الله تبارك وتعالى كما ذكرناها، بأن الله تبارك وتعالى هو الذي يشق أو فالق الحب والنوى، يخرج من الحب والنوى نباتات وأشجار وغير ذلك، وهو أيضا الذي فلق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر كل منهما يدور في فلك محدد بحساب معين، وهو الذي خلق النجوم ليهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر وهي زينة للكون، وهو الذي خلق البشرية كلها من نفس واحدة وجعل الأرض مستقر لهم ومستودع في قبورهم، وأيضا هو الذي أنزل من السماء ماء فأخرج به نبات كل شيء. ترى من هذه النباتات التي تخرج النخل، وترى أيضا الأعناب والزيتون والرمان، منها ما هو متشابه ومنها هو ما هو غير متشابه. وإذا نظرت وتفكرت ترى دلائل قدرة الله في هذا الكون. تعال نشوف المعاني بتاعت الآية. فالق الحب والنوى، فالق الحب والنوى معناها أن الله يشق الحب والنوى، يشق الله الحب والنوى.
تؤفك وانت بتعيدون عن طاعة الله. خضر يعني لونه أخضر بحسبان، بحساب دقيق، متراكبا بعضه فوق بعض من نفس واحدة هي آدم. ضلعها أول ما يخرج منها مستقر فوق الأرض ومستودع في القبور بعد الموت. قنوان جمع قن وهو عنقود البلح، ما عندي ينعه نبضي. أمرنا الله تبارك وتعالى عندما خلق آدم عليه السلام وخلق أولاده من بعده وانتشرت البشرية على هذا الكون وعلى هذه الأرض، أمرنا بعمارة الكون وسخر لنا في الكون كل شيء يخدم الإنسان. فالله خلق الكون لخدمة الإنسان وسخر هذه الأشياء لخدمة الإنسان. ولذلك بحث العلماء في الكون واستخدموا الفضاء الخارجي، فصعد الإنسان إلى القمر ودار حول الكواكب وعرفوا المجموعة الشمسية وغير المجموعة الشمسية من الأشياء التي تسبح والكواكب والمجموعات التي تسبح، ولا يعلم حيث تنتهي إلا الله تبارك وتعالى. وأصبح جو الأرض والفضاء مملوءا بالأقمار الصناعية والأجهزة اللاسلكية التي تنقل الصور والأخبار والمعلومات، تراها من كل مكان، تراها بين يديك. كما غاص العلماء في باطن الأرض واستخرجوا منها البترول والغاز الطبيعي والمعادن، وعرفوا ما يثور من براكين وغير ذلك. لذلك أفاد الناس مما درسوا وعلموا من طاعة الله أن نشكره على هذه النعم الكثيرة التي في الكون، وأن ننظر إلى هذا الكون الرائع ونتأمل فيه. وبالتأمل والتفكر والدراسة يزداد المؤمن إيمانا ويتوب العاصي. وأيضا هذه الدراسة توجهنا إلى مزيد من التقدم والتفوق والرقي. لذلك حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على طلب العلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث ده مهم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. سلك يعني اتخذ، يلتمس يطلب، وسهل يسر. فواجب على المسلمين أن يكون منهم العالم والمهندس والطبيب والمفكر والمبدع وغير ذلك، لأن المسلم عزيز في هذا الكون، معمرا لهذا الكون، مبدعا في هذا الوجود كما خلقه الله تبارك وتعالى. تعال نشوف التدريبات، كيف يخرج الله الحي من الميت؟ نقول يخرج الله الحي من الميت بأن الحبة الميتة تخرج منها سنابل كثيرة، واضح مما تراه في الطبيعة. وأيضا يخرج الحي من الميت، ترى أن البيضة يخرج منها، من بيضة عندما يخرج منها كتكوتا صغيرا. فهذه أشياء تدل على قدرة الله تبارك وتعالى، تراها في الطبيعة، الحبة التي تخرج النبات، والحبة التي تخرج الشجر، والبيضة التي يخرج منها يعني بعد أن كانت ميتة يخرج منها هذا الكتكوت الصغير. السؤال الثاني، ناقش مع علمائك بعض مظاهر قدرة الله. قلنا الشمس والقمر، النجوم، النبات، الأشجار، البحار، الجبال وغير ذلك، يعني الموضوع إيه؟ عام مفتوح. لماذا يغوص العلماء في باطن الأرض؟ ليكتشفوا الأسرار، أسرار هذا الكون. وما علاقة ذلك بالإيمان؟ يزيد المؤمن إيمانا ويتوب العاصي. ضع علامة صح السؤال الرابع وعلامة خطأ. تأمل في الكون من علامات الإيمان صح. البحث في الفضاء الخارجي ضياع للجهد والمال، العبارة خطأ. علل شجع رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم، لأن في التشجيع على طلب العلم حث المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم على طلب العلم حتى يتفكروا ويتوصلوا إلى مظاهر قدرة الله تبارك وتعالى. وله ثواب عظيم عند الله تبارك وتعالى، بأن الله تبارك وتعالى يجزيه الجنة في الآخرة. تخير الإجابة الصحيحة السؤال السادس، غزو الفضاء يتطلب العلم والمال، هم العلم ولا المال ولهما معا؟ هما معا. تعتبر دراسة الكون شكرا لله، لأنها تقضي على الأعداء ولا تعمق الإيمان، ولا تطلعنا الغيب تعمق الإيمان. الإنسان يعني إيه تعمق الإيمان؟ يعني يزداد إيه الإنسان أول ما بيشوف حاجة، أول مرة يشوفها مثلا، يعني مثلا من دلائل قدرة الله خلق النحل وكيف إيه ينظم حياته، تقول سبحان الله. السؤال السابع، كيف تفتح دراسة الكون باب التوبة للعاصي؟ لأنه عندما يرى دلائل قدرة الله تبارك وتعالى يقلع عن الذنوب والمعاصي ويتوب إلى الله. استنتج من خلال الدرس أثر التأمل في هذا الكون على توبة المعاصي. قلنا التأمل في الكون يزيد المؤمن إيمانا ويجعل العاصي يتوب إلى الله تبارك وتعالى، لأنه يرى أن هذه المخلوقات التي أقل منه قدرا وغير ذلك، والتي خلقها الله لخدمة الإنسان وسخرها في هذا الكون لخدمته، ترى أنها
أنها تسير بنظام محكم دقيق وتطيع الله تبارك وتعالى. فكما قال الله تبارك وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وفي الختام نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.